وصلاة ربي والسلام معطرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية أحب أهنيكم بشهر رمضان المعظم، معاكم شمس محمد، وهكون معاكم في شهر رمضان في برنامجي نور المصطفى. أنا بكلم أصحابي وأصدقائي وزملائي في كل مصر. إحنا لازم نكون متعودين على الصيام من وإحنا صغيرين علشان لما نكبر نبقى متعودين على الصيام في رمضان أو غير رمضان. أقول لكم يا أصدقائي إن إحنا ممكن في شهر رمضان نروح نسلم على جيراننا ونروح الجامع نصلي علشان ما ينفعش الصيام من غير صلاة، ونصوم زي ما كان الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام كان بيصوم، واللي قال لنا في الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله متقدم من ذنبه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصحابي وأصدقائي، إلى اللقاء في الحلقة القادمة. أبي وأمي أنت يا خير الورى، الله الله، وصلاة ربي والسلام.